مرحبا، حلقة جديدة من أجندة منترفق فيها لنتابع آخر الأخبار على الساحة الفنية الثقافية والاجتماعية. والبداية هالأسبوع مع حفل عشاء لمبادرة معتز ورادة الصواف لتكريم الفائزين بجائزة محمود كحيل للسنة الثالثة على التوالي بمجمع فرانسي سايد بيروت، وبحضور عدد من الشخصيات ويلي تخللوا الأعلان عن إنجاز الطابع التذكاري التكريمي لمحمود كحيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وليبون بوست. تفاصيل أكثر متابعه بهالتقرير. مبادرة معتز ورادة صواف للشرائط المصورة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ببيروت هي مبادرة لتشجيع فن الكاريكاتير والأرب كوميكس بالعالم العربي، ولحتى تبرز مواهب الفنانين العرب وترجيهم كل مواهبهم والأشياء الحلوة اللي عندهم إياها. نحن بيست بالجامعة الأمريكية ببيروت وعم نشتغل لحتى مع الأسف هلأ نحن بالعالم العربي صار كتير قليل الكرتون والكوميكس، وصار كتير قليل الناس أنها تقرأ البوند ديسيني وتطلع على الشرائط المصورة. نحن اليوم لحتى ما نفقد هالشي مع التكنولوجيا اللي عم بتصير، حتى ما نفقد هالشي عم نجرب قد ما فينا نقويه بالعالم العربي، وهيدا هو هدفها للمبادرة. إنجازات المبادرة يلي انعملت هالسنة والمفاجآت اللي حتصير، أول شيء المبادرة فينا نقول أنها انحطت على الخارطة العالمية بالتعاون مع مهرجان أنغولام اللي صار بفرنسا واللي هو من أهم مهرجانات العالم بيصير. احنا اليوم قدرنا وصلنا وفوتنا الأرب كوميكس على الكوميكس الأجنبي إذا بدك، وأرجينا الإبداعات العربية لنرجون أنه نحن ما بس عنا حروب، عنا مواهب وعنا كتير إشياء حلوة نبرزلون إياها، ونجحنا بهالشي. والجيز الثاني اللي عملناه كمان هو إصدار طابع باسم الراحل محمود كحيل تكريما لإسمه. كل من اس جي بي ال وماستر كارد ونادي هومنمن باطلاق بطاقتهم المشتركه الائتمانيه بكابريس. الامسيه اللي حضرها شخصيات من عالم المال والرياضه والاعلام ركزت على تكريم كره السله يلي بتشكل مزيج من العلم والاراده والجهود باطار دعم الرياضه بلبنان. اليوم هي صفحة جديدة إذا بدك بتاريخ كرة السلة بلبنان، يعني نحن عم نقدر اليوم نطلع النادي ونوصله لمرحلة يقدر هو يكون عنده اكتفاء ذاتي ويكون عنده مستقبل كتير كبير. كيف ما بتعرف النادي الهومنتمن هالسنة عم بيحتفل بمئويته، وأنا فخور إنه I'm part of this إذا بدك النهضة اللي صارت بنادي الهومنتمن من 5 سنين لليوم، وإن شاء الله هذه النهضة تضل مكملة من بعدك حتى من بعدي. فكتير مهم الشراكه خاصه مع عم تحكي تريبل اي براندز يعني مثل اس جي بي ال وماستر كارد، لنكون نحن شريكين مع هيك ناس هو فخر كتير كبير، وان شاء الله هيدي العدوى اذا بدك تصير على تنقل على باقي الانديه ونشوف الرياضه بلبنان عن جد عم توصل لمرحله تصير هي مش متكله على شخص او شخصين بس متكله على المؤسسه بحد ذاتها. يعني نحن بالسوسيتي جنرال بندعم كثير سبور اول شيء، وسبور بتعطينا كل الفاليوز تبع البنك، التيم ورك والتيم سبيريت والتعاون والمحبه والتلاقي بالمجتمع،
والهومنتمن بهمنا أمره كتير كان، لأنه أول شيء هذه قوية النادي، ثاني شيء نحن نادي كثير قوي وعنده وجود تاريخي بالمجتمع اللبناني. بقى عرضوا علينا نتعاون مع ماستر كارد لنقدر نبيع الكروتي ونشجع المشجعين ومحبين النادي، ولقينا انه الفكره كثير منيحه وماستر كارد لحقتنا بالفكره ومشينا بالمشروع. بريك علينا صغير ونرجع معكم لنتابع حلقة أجندة لليوم، خليكن معنا. اليوم عم نقدم معرض للفنانة مي أمون، عرضها 50 قطعة سيراميكس، أشكال مختلفة وألوان مختلفة، منها البركان اللي هو هيدا، والجرح، الكابل الخجول، وهون عرضها درويش تورنور يلي بيبرمو بنشوفه عادة، قطعتين منهم. أقامته رئيسة مهرجان كيال بذبرج للإعلان عن الشراكة الجديدة مع مجموعة The Luxury Network International بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية وإعلامية للإضاءة على مبدأ التواصل مع بلدان العالم من خلال السفارات يلي بدورة بتسلط الضوء على الماركات ببلادها وتعزيز حضورها. مثل ما بتعرفي مهرجان كيال صار سنوي. السنة هي كيال دايما كانت تضوي على بروجيات السفارات، إنجازاتها والإنجازات المميزة بكل الدول. اليوم حيكون في كونسبت جديد إنه السفارات هي اللي تضوي على براندات بلادها، بالإضافة طبعا للناس المميزين وجائزي عن السياسة الثقافي الإنساني، هيدا دايما لحل، والفني ما ننسى الفني أكيد. وإن شاء الله هيدا الحدث بده يكون من أضخم الإيفنتات المهرجانات اللي عم بتصير، بيكون بثلاثين نيسان. نحن هالسنة حبينا نعمل شيء بلبنان لأنه صلنا فترة برا. The Luxury Network International نعمل annual award، آخر سنة كان بموسكو، هالسنة حطينا hands in hand مع مدام أمل وكيال تنعمل award شوي مختلفة. هو عادة كان السفرة يتكرموا على أعمالهم بلبنان، هالسنة نحن حنطلع السفرة كلموا برانس من بلاد مختلفة. اولا انا بحب اشكر مدام امل سليمان وفارس غطاس على هيدا الشيء الحلو اللي عم بيعملوه. نحن دائما بنكبر بهيك يعني ايفنت عم بتصير بلبنان.
بتعرفي انا اصلا بيشرفني ان اكون بكيال، والسنه الماضيه حل شرف انه اتكرم من قبل كيال، وانا جيت من دبي خصيصا لما الست امل دعيتني، وانا سعيد انه بكون دائما بيناتهم و something feel proud بين اللبنانيه بين اصحابك بين اهلك. أمل سليمان عم تعمل مجهود جبار بخصوص كيال، كانت شغلة حلم بالنسبة لها وصارت حقيقة. السنة الماضية بلجنة كيال أطلقوا علي لقب سفير أطباء الأسنان بالعالم العربي، بحكم أنه أنا بعطي ماستر كورسز بلبنان وبالدول العربية عن التكنيكس اللي أنا بزورهم صار لي أكثر من 20 سنة، وهذا الشيء على أساس بلشت أنه بس بلجنة كيال، بس أنا ما قدرت قديش لح يكون الإمباكت بعد كيال. فعلا كان في شيء قبل كيال بالنسبه للصيت، وصار في شيء بعد كيال بالنسبه لمرضاي، فكان الامباكت كتير عالي، كان على السوشيال ميديا ولا حتى بين مرضاي. Black and White هو عنوان المعرض الجماعي بجاليري أوبرا، واللي ضم حوالي 20 عمل لفنانين عالميين، خاصة أنه هالمعرض بشكل شبكة عالمية نادرة بتجمع فنانين كتار من مختلف المناطق والمدارس الفنية. اليوم نفتتح معرض Black and White بأوبرا جاليري بيروت، معرض بعز على قلبي شخصيا كتير لأنه أنا عم بيك فان لللونين الأسود والأبيض، دونك وبحب كتير كل شيء مونوكروم وكل شيء مينيماليست. دونك بعد 3 سنين لوجود أوبرا جاليري بيروت حبيت لأول مرة أعمل شيء بيشبهني لإلي. المعرض بيتضمن أعمال لفنانين عالميين من أبرزهم الفنان الفرنسي بيير سولاج بلوحة كتير مميزة اسمها لوتخ نوار. بيير سولاج اللي قال مرة The secret light comes from black، يعني الأسود قديه هو لون غامق لكتير، بس قديه بيتضمن سحر وضوء وألوان جواته. كمان عم نعرض أعمال مميزة للفنان السويسري أندي دانزلر يلي موجود بمجموعات فنية بالعالم كله بمتاحف عالمية. كمان أندي دانزلر كمان عم نعرض له أعمال باللون الأبيض يلي ترمز على الحياة على الأمل على السلام. رح يكمل معكم ولكن بعد البريك، خليكن معنا. احتفل مطعم أوتدور بالتعاون مع أوركيديا بايريتا مع عدد من الأمهات العاملات بمجال الصحافة والإعلام بعيد الأم بجو مليء بالألفة والفرح. أوتدور صراحة هو محل لوجهة للعالم اللي عم بتفتش على أكل صحي لكيدز أريا للأولاد ينبسطوا، وأكيد نحن اليوم عم نحتفل بالتعاون مع مجلة الحسنة تنقدم شكر صغير للأم اللي بتضحي كل السنة وللأمرأة المتميزة بلبنان وبالعالم كله. لفتة صغيرة منا حضرنا لهم هيك منيو صغير حتى نقدر نشكرهم نتفة صغيرة ونضوي على أهميتهم بالمجتمع. أوتدور هو مطعم بلشنا بال2012
واكيد بفضل الزبونات واللويالتي تبعهم قدرنا نتقدم ووصلنا اليوم. فتحنا ثاني فرع بال2016 كمان بالكاسليك، اول فرع كان بالنقاش، ومتوقع هلا كمان بال2018 يكون عندنا فرع جديد. بال2017 بشهر 11 قدرنا نعمل نقله نوعيه بالتعاون مع وحده من اهم الشركة الكونسلتنسي كمان بلبنان وبالشرق الاوسط، شركه اكيوف. قدرنا نعمل مثل شيفت للشركه، وعم نتوجه اليوم بايزو سيرتيفيكيشن، اكيد صار عندنا الشهاده، وعم نقدم خدمات كتير كبيره للعيال، وعندنا كتير خدمات فينا نعطيها للزبونات. أول شيء بتمنى لكل الأمهات بالعالم أن يكونوا سعيدين وبصحة جيدة، هيدا أهم شيء. ونحن منقول أنه دائما المرأة لازم تهتم بصحتها من الداخل ومن الخارج، يعني بالبداية لازم نشوف صحتنا، صحتنا الداخلية هي من صحتنا الخارجية، فلازم نهتم بمظهرنا ونهتم بالداخل. ونحن بعيادة الطب التجددي أكيد بنهتم فيها من الداخل والخارج. اول شيء نحن يعني منفتخر انه انتاجنا خلق ليحمي هيدا الجمال وللام وللمرأة عامه. منتجاتنا هي صحيه من الطبيعه، من الارض ومن الزيتون. نحن اليوم اكيد لحتى نكرم هالسيدات المميزين، واكيد اولا حضرتك، نحن مخززينك بصابونه معموله من زيت الزيتون وورد الجوري ومحفوره بالايد. نحن انتاجنا هو كله فيجن، كله من الزيوت النباتية، كله صحي. بس الحلو انه هيدا عبر الجدود، جدود جدود متوارث من الفينيقيين لحد الوالد بدر حسون. عم نعمل منتجات عن جد عم تحافظ على جمال الجسد. في نقطة كتير مهمة انه جمال الروح، لانه العطر يرضي الروح. أقامت المصممة اللبنانية ليلى أبو حمدان حفل عشاء لمناسبة عيد الأم بمطعم ريتاج بحضور عدد من الإعلاميات للاحتفال بهالمناسبة، وباهتمام خاص من الشيف مارون جديد يلي حضر منيو خاص لهالمناسبة. حبيت أعمل شيء مهضوم بمناسبة أول شيء عيد المرأة العالمي، وكمان في عيد الأم، فحبينا نعمل شيء هيك in the middle in the between يعني، ونحتفي هيك بأهم الرموز الإعلامية الموجودة بالبلد، النساء خصوصا، وهيك نعمل جيست ولو شوي صغير كرمالهم يعني ومعهم. كانت حلقة أجندة لهالأسبوع. إذا كنتوا حابين نكون معكم بمناسباتكم الثقافية الاجتماعية والفنية، ما تنسوا ترسلونا على البريد الإلكتروني agenda@future.com.lb. وكمان فيكم ترجعوا تشوفوا الحلقة على futuretvnetwork.com، وأيضا فيكم تعملوا لايك لبيج على الفيسبوك هي أجندة on future tv، ويو كان فولو مي على الإنستغرام زينة جنبي كلمة واحدة. أبدعكم، بقلكم باي.